علاش غادي نقول دابا نعيط ليا في التليفون دابا انني جيت الاخ ديالي دري درويش والله يعفو عليه البليان بلي الله يعفو عليه الام ديالي ميته وانا اللي هز عليا المصروف ديالو وهو دري زوين ونقي وتيخدم سيكليس وكيصايب الماطور والناس كلهم تيعرفوا ولاد البرنوصي راه كلهم تيعرفوا انا ما عرفتش كيفاش هز جنويه في هذه الليله هذا وما عرفتش البوليس ما بغاش يطلق البوليس بقاو تجروا معاه ما بغاش يطلق لي راه تيراو نعم راه تيراو لي في الفخد ديالو بقرطاس هادشي اللي بغيت نقولو واش عنده شي سوابق واش عندك ما غادي نقدر نقول لك اخويا اخويا الاولى والثانيه الله يعفو امين الله يعفو امين عنده الوالده ديالو ولا لا لا الوالده ديالي موفيه الوالد ديالو راجل كبير ما كبير الله سبحانه ما تيقدر يدير حتى شي حاجه راه هو نيت جالس معايا في الدار كيفاش لقيتي الخبر وانت سمعتي خوك تضرب بالسلاح الناري وانا وصلت عندهم بالزز بعدا كان انا تشوف فمي راه ناشف عليا قولي علمك جاني تليفون عيط ليا واحد الدري ولد الجيران نعم. ولي عيط ليا قال لي راه الاخ ديالك راه هو طايح ودي راه تيراو فيه البوليس بالقرطاسه وداك الشيء انا ما عرفتش ملي جيت نسول علاش ما علاش قال لك ودير هاد السيف راه ما بغاش يطلقوا ليه امراه هو ما عقلش في الوعي ديالو فعلا حنا شنا السيف ما كنكونش كنكذبوا ما بغاو يطلقوا ليه السيف من يدورهم باش يطلقوا ليه امراه ما تيراو فيه تيراو فيه راه خافوا على راسهم راه تيراو فيه اذا هذه هي القصه هذه هي القصه دافعوا على نفوسهم صافي حيت حنا عدد ديال الناس الساكنه ديال المعاكس طلبنا منهم شهاده حتى واحد ما بغى هذا هو اللي كاين انا قلته انا ما حاضرش انا ما حاضرش يعني انا راه جاني عيط تليفون يعني راه ما مديكلاري بيتي شي واحد ما كيجري على شي واحد راه هو مدمن على القرقوبي ومدمن هو الله يعفو الله يعفو عليه نعم. انا قلت لك انني هزالي المصروف ديالو هزالي هو اللي وصلوا لهاد الحاله راه ربي كيشوف واش هي الرساله ديك الاخيره الان خوك كيتواجد هنا على مستوى المستشفى ودابا الاخ ديالي انتما كتشوفوا كل عين بالدمياس وفخدوا كاع مضروبه عليه القرطاسه في الفخاد ديالو وانا كنتمنى من الناس راه ما يوقفوا معاه في هذه الحاله هذه نعم. هادشي اللي غنقول هو ما ضرب حتى شي واحد ما مادي حتى شي واحد نعم. هو ماشي ماشي في الوعي ديالو خويا نتمنى من الناس يوقفوا معاه نعم. راه انا الوحيده اللي عنده انا اللي كنصرف عليه المخديات هو ديما تيتحقق ديما تيتحشش والله يعفو امين الله يعفو على هاد الشباب نعم. والاولى والثانيه اللي موصلهم لهذه الحاله هذه راه ربي كيشوف حيت حنا تنعرفوا ان التدخل ديال الامن ما غاديش يطلق سلاح الا ما هدد السلامه ديال الامن والسلامه ديال المواطنين هذا الشيء اللي بغيت نقول لك اخويا فعلا هو هدد السلامه ديال المواطنين دابا هو ما تابع حتى شي واحد هو راه هز يدور به على راسه صافي ولكن هو كان يعني كما قالوا لنا الامن قال لك لنا كان يعني هو في حاله ديال هو ما عقلش حالته السيريه هو ما عقلش كل عامل دم قبل ما يتضرب لا 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 هذه كذوب نعم هذه كذوب القرطاسه راه هي اللي دارت لي ديك الحاله ما فيه حتى شي ضربه نعم هو كله عيب الدميات بسبب القرطاسه نعم لا مضروب فخده فخده الفخد ديالو مضروب بالقرطاسه نعم شتيه راه الشوره مشرقين لي حوايجو انا دخلت العمر ديالو هو زيد 91 إذا مازال شاب عنده واحد 29 سنة أو 30 سنة 29 30 سنة ديال شحال الوقت هو تتعطل هذه المخدرات؟ واش غنقول لك أخويا؟ واش غنقول لك راه شي 9 سنين بحال هكا واش مشكل هذا واش هو يعني كان في واحد الحالة اللي هي غير طبيعية؟ هو يا من تيكون بحال من تيكون بحال هكا غير تتهضر معاه وهذه عادي ولكن في الصباح تقول لي علاش درتي هكا ولا هكا يقول لك أنا ما عقلت على شي حاجة يقول لك انا ما عقلتش هذا تتعطل الحبوب المعلويسه وما تيخليوش الانسان ما خويا اش غادي نقول لك الاولى والثانيه الله يدير شي تاويت الخير كيدير الحال الام ديالو مسكينه والام الله يرحمها فينا هي انا اللي كنهضر فيها صيفت ام واخت وماما هو اليوم ما متابعش من طرف المواطنين باش نكونوا واضحين ولكن متابع من طرف رجل الامن اللي كيقول لك تعرض ليا وهدد السلامه ديالتي صافي دابا هذاك راه ما بغاش يطلق لي السيف راه تيرافي فعلا هذا هو المشكل ما عليكش خويا كان واحد السيد في السيكسو عندنا ديما كيسكر وديما كيسكر وكينقي الحوت وديما هز واحد الجنويه شوف هز ديك الجنويه وسكران وكيتناقر مع مول الكارو عطيني كارو عطيني كارو مول الكارو ما بغاش مول الحضر اللي جا كيهضر معاه هرب هرب تبعو هز ديك الجنويه كيتحبو هز الجنويه وراجع للور خلوع وهز كيتركل بهذيك الطريقه ويسيري فيه صافي جاو هزو داو تقريبا هنا وسط قدام مول الحانوت ديال العطار حي المعاكيز دابا مسكين راه داو المستشفى شوف الحاله ديالو كي غاش ولا المستشفى المنصوره هنا غير دابا راه هادشي دابا دابا واحد نص ساعه ما كاملاش هو الجانب دائما تيهدر بهاد السلاح ديما هو مسكين في هاد الحاله وحالته ديما هو سكران ديما مبهدل الله يعفو عليه ديما مسكين حال شويه هادي اش غادير ليه جنوية كبيرة راك عارف صحاب اللي كينقوا الحوت راه خاصهم تكون عندهم جنوية كبيرة ولكن بالنسبة للتدخل ديال رجال الأمن كيفاش كان التدخل يعني التدخل ديالهم هما في محل وكيتحبوا شي واحد كيتعدى ثم أي حاجة كيبان لهم خارج القانون كيتدخلوا شي عادي ولولا التدخل ديال رجال الأمن يعني اليوم كيفاش كنتوما كساكن هنا كيفاش كتلقاو الأمن هنا في المدينة؟ لا مزيان الأمن عندنا الحمد لله مزيان كاينين شي وحدين اللي ما
الله يهديهم. أما الأمن عندنا الله أمك الحمد الحمد لله مزيانين إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.